الحاجة التانية هي إحالة أوراق المتهم بقتل صاحب محل الخمور في اسكندرية إلى فضيلة المفتي. الخبر ممكن تلاقوه على اليوم السابع، وتحديدا بيقول نصه: قرر المستشار مجدي نوارة رئيس محكمة جنايات اسكندرية إحالة أوراق عادل أبو النور سليمان المتهم بذبح يوسف لمعي صاحب محل خمور بشارع خالد بن الوليد شرق المحافظة. بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيما صدر من المتهم، وحددت جلسة يوم 9 مارس للنطق بالحكم. صدر القرار بعضوية المستشار سامح منير إبراهيم ومحمد الأمير مظهر وسكرتارية خالد يوسف وصلاح خليل. هنا ينتهي الخبر ويبدأ الكلام، يمكن لأسباب كتير بتخلي المذيع يمكن يفكر مع حضراتكم بصوت عالي على مسألة ماذا لو تم تجريد الصحفي، سواء إذا كان في صحافة مطبوعة أو صحافة مرئية أو صحافة مسموعة، من أدوات الاستفهام. يعني ماذا لو حوكم فلان على أدوات استفهامه؟ ماذا لو حقق مع علان على أدوات استفهامه؟ الصحفي يا جماعة مفترض أنه بيمتلك مهارات ما تمكنه من أنه يستفهم، بيسأل. والصحفي لازم نبقى فاهمين أنه هو محقق على التلفزيون، محقق على الراديو، محقق في الجريدة أو المجلة أو المطبوعة اللي حضرتك بتقراها. الصحفي من حقه ان هو يسأل اي سؤال، والغريب كل الغريب ان انت تحقق مع صحفي علشان بيسأل. الاغرب من ذلك هو انه يتم تقدم ببلاغات ضد صحفيين لانهم سألوا، وانه يتقال لك اصل هذه الاسئلة هي اسئلة ايحائية. يعني ايه؟ يعني ايه سؤال ايحائي؟ يعني المفروض ان هو يعمل ايه؟ يسأل السؤال اللي على مزاج الضيف أو على مزاج الناس اللي هم محل السؤال. فإن سألت عن كذا أو حول فلان تحاكم، شيء غريب الحقيقة، لا يليق ولا يحدث الحقيقة في دول عالم متحضر يؤمن بحرية رأي وتعبير وحرية صحفية حقيقية. للمرة التي لن تكون الأخيرة، على كل صحفي وكل محقق تلفزيوني أو محقق في جريدة أو مطبوعة أو محقق على محطة راديو، الكل يجب عليهم دائما الدفاع عن العدالة والمساواة لكل الإنسانية، والكل يجب عليهم دائما أن يتوجهوا بالاستفهام والسؤال، وأن يظل دائما التحقيق مفتوح، وإلا خسرت الأوطان حريتها وخسرت الشعوب حريتها. لا تقاس الأمور أبدا في أوطان متحضرة بمثل المقاييس التي كانت تقاس بها في أوقات فيها من التحجر وفيها من التراجع والرجعية وفيها من الظلام والظلامية ما نبذناه جميعا. وينتهي كلام المذيع عند هذا الحد. ممكن نتكلم شوية على الماتش. كل سنة وانتم طيبين، عادة فرحة الكورة للناس تاني. المصريين الحقيقة والمنتخب المصري اللي بيلعب في الجابون واضح ان هو بيرجع حالة من حالات السعادة والبهجة للمصريين بيتوقوا إليها أو مفتقدينها دائما. والمفترض أنه يمكن تقريبا بعد أقل من حوالي 60 دقيقة وبالضبط الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، مصر كلها هتبقى أكيد في الغالب، يعني أو غالبية المواطنين المصريين هيبقوا بيتابعوا مباراة مصر والكاميرون. أظن دي مباراة النهائي. المذيع ما بيفهمش في الكورة وتقريبا عمره ما تابع الكورة. اللهم يمكن في حياتي ما شفتش اكتر من حوالي 11 ماتش، وحضرت ماتشين في الاستاد. لكن لا انكر على الاطلاق انها حاجه لطيفه من وقت للتاني بالنسبه لواحد زي حالاتي، ولطيفه جدا بالنسبه لاغلب الناس. الناس مستنيين ان مصر تفوز النهارده على الكاميرون وتحصل على هذا اللقب. المصريين عايزين حاجه تبقى بعيد عن وجع القلب، حاجه بعيد عن وجع قلب الملفات المحليه، وحاجه بعيد عن وجع قلب الملفات الاقليميه، وحاجة تبقى بعيد عن وجع قلب الملفات العربية، وحاجة بعيد عن وجع قلب الملفات الدولية. ومن الهروب إلى حلب هروبا إلى الجابون حيث تكون الفرحة عن طريق الكورة. التفتيش يفضل دايما مستمر عن فرحة أو شبه فرحة أو رائحة السعادة أينما كانت. خلينا على كل حال نتمنى دائما للمنتخب الوطني
بانه يعني باذن الله ينتصر النهارده ويحقق فوز. وبالمناسبه يعني لسه وصلنا نبأ انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالا هاتفيا مع لاعبي المنتخب الوطني المصري الذين يلعبون المباراه النهائيه امام الكاميرون في الجابون، ويتمنى لهم باذن الله الفوز. طيب، من هذه المباراه اللي هي اراها مهمه جدا بالنسبه لعموم المصريين حتى تدخل على انفسهم ولو شبه سعاده ولو بشكل مؤقت حتى يعودوا الى بؤس حياتهم اليوميه، اسف على كلمه بؤس بس ما نقدرش ننكر واقع، خلونا في ترامب او ممكن نسميه ترامبو، جاي كده من رامبو. ترامبو نكمل معاه صراعه الحقيقه المستمر الدائر ما بينه هو وادارته من جهه والقضاء الامريكي من جهه اخرى. في حاله من الحالات بتنبئ الحقيقه انه في صدام ما هيحصل ما بين ترامب وادارته ومؤسسات كثيره امريكيه، ولا نتمنى انه ده يحصل بالمناسبه. يعني دايما برضو العقل العربي يحب دايما يقول لك خليهم يخبطوا في بعض، والله ما اضرب الظالمين بالظالمين. العرب الحقيقه يحبوا دايما يستكينوا ويقعدوا في موقع المتفرجين. المهم النهارده حصل ايه في الولايات المتحده الامريكيه؟ رفضت محكمه الاستئناف الاتحاديه في الولايات المتحده الطعن اللي تقدمت بيه اداره ترامب والممثله في وزاره العدل في قرار قاضي اتحادي، قاضي فيدرالي بوقف مؤقت لقرار حظر سفر مواطني 7 دول ذات اغلبيه مسلمه طبقا لنص القرار ومنطوقه، والمهاجرين الى او الذاهبين او المسافرين الى الولايات المتحده الامريكيه. يعني قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الاتحادية أو بالأصح ساري ويوقف العمل بالأمر التنفيذي الخاص بحظر النشر في هذه أو بالأصح حظر السفر أو حظر الدخول المتحدة الأمريكية لمواطني 7 دول إياها. المهم أنه المحكمة أمهلت البيت الأبيض والولايات المشاركة في الطعن على قرارها ليوم الاثنين المقبل لتقديم المزيد من الحجج اللي بتؤيد طعنها، ولا يزال صراع مستمر يبدو أنه سوف يتصاعد ما بين ترامب أو ترامبو وإدارته وما بين المؤسسة القضائية الأمريكية من جهة أخرى. ABC نيوز قالت إيه تحديدا، مؤسسة ABC نيوز الأمريكية قالت أنه الرئيس دونالد ترامب تعرض لموجة من الانتقادات الجديدة خد بالك بعد حواره مع شبكة فوكس نيوز وطبعا المعروفة بملها إلى الحزب الجمهوري واللي بيأكد فيه أنه بيحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رافضا التلميح بأنه قاتل، ده ما نشر على ABC نيوز. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مختلفة عنه كثيرا وليست بريئة. وأضافت ABC نيوز يا سادة أن ترامب أكد في حواره مع بيل رايلي واللي هينشر النهاردة يوم الحد أنه يحترم بوتين، ولكنه لا يعرف إذا كانت هتجمعه معاه أو تجمعه ببوتين علاقة طيبة ولا لا. ترامب كمل كلامه طبقا لABC نيوز، وده واضح قدام حضراتكم على الشاشة مقاطع كده لترامب وبوتين وما إلى ذلك برضو تقدر تتابعها. يعني قال في ABC نيوز أنه أحترم الكثير من الناس ولكن هذا لا يعني أني سأتوافق معهم. كويس؟ بوتين زعيم لدولته، ده كلام ترامب، وبيكمل وبيقول من الأفضل أن نتوافق مع روسيا من عدمه، وإذا كانت ترغب موسكو في مساعدتنا في الحرب ضد داعش وهي معركة ضخمة ضد الإرهاب الإسلامي في العالم، خد بالك من منطوق الكلمة، الإرهاب الإسلامي في العالم، ما قالش الإرهاب بس، هو قال الإرهاب الإسلامي في العالم. خدتوا بالكم من الموضوع؟ طيب، يعني هل قضية ترامب هي الإرهاب الموصوف بأنه الإسلامي في العالم ولا الإرهاب بشكل عام؟ دي حاجة مهمة جدا. عايزين نروح لفاصل ولا مش عاوزين؟ نروح لفاصل. طيب، هل لو في إرهاب غير إسلامي من أي جهة من الجهات، أي طائفة، أي مذهب، أي ديانة، ترامب ساعتها يحارب هذا الإرهاب ولا تحكمه المصلحة كما جرت العادة؟ على كل، خلونا نروح لفاصل وبعدين نكمل الكلام.
الاقتصاد واحدا من اهم العلوم وابرزها، حيث يبحث في كافة متطلبات الإنسان المادية والحياتية المختلفة، بداية من معرفة العوامل التي تؤثر على العرض والطلب، مرورا بمرحلة الإنتاج والتوزيع، نهاية بعمليات استهلاك الخدمة والسلع. تحولات كثيرة وأسواق لا تعرف السكون. أسواق وأعمال على أونلاين في الأوقات التالية. مقعد واحد يتسع لضيف واحد، ساعة هادئة تتسع لكل الآراء، تكشف التفاصيل كافة. بدأ الحوار.